قضاء المستقبل، قضاة المستقبل خذوا 32 واحد دربوهم لمدة 3 أشهر، وهذا البرنامج امتد لسنتين، وسرحوا منهم 22 وخذوا منهم 10 معالي الرئيس. احنا في برنامج عمل الحكومة كنا نقول دعم التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية القضائية والقانونية، دعم للبحرينيين، ولكن سرحوا 22 واحد في برنامج. هذا لن شنو يعني يا معالي الرئيس؟ خسروا اجتماعيا، في بعضهم بينفصلون لان ارتبطوا، في بعضهم عليهم التزامات مالية، وقفت عليهم الالتزامات المالية هذه. شكرا. يعني احنا خلقنا موضوع من لا شيء. اذا اثبت لي سعادة النائب احمد قراطة انه تم فصل 32 قاضي اجيب له الجواب ان شاء الله، ولكن لم يفصل قضاء على النحو الذي بينه. ويعني اعتقد اخي سعادة النائب الاول ان هناك قضاء 32 قاضي قد فصلوا من سلك القضاء. اذا جاب الاخ احمد اسماء القضاء الذين فصلوا ان شاء الله احاول اجيب له الاجابه. شكرا مع الرئيس. شكرا. لا زلت عند سؤالي الذي لم يجب عليه سعادة النائب. اولا، ثانيا، هذا برنامج تدريبي لتهيئة قضاة للمستقبل من اجل تحسين اداء في السلك القضائي اولا. ثانيا، هذول الموظفين ياخذون اجازات ويلتحقون سواء في القطاع الخاص او القطاع العام، واذا لم يوفق في هذا البرنامج يرجع الى وظيفته مره اخرى. اذا كان اصلا غير متوظف فهو يعني لم يوظف اصلا لكي يفصل او يسرح.